كانت يوم كام؟ 6/5/2013. مساء الخير مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، مع حضراتكم من محافظة الشرقية. احنا تحديدا موجودين في مركز بلبيس، واللي حصل في وقعة مأساوية يوم 6/5 من العام الجاري. اللي حصل ان كان في واحد اسمه رضا، عنده 43 سنة. في اليوم ده كان نايم، بنته شافت واحد من اللي هم بيجمعوا الخردة قدام البيت وفي أرضهم المجاورة أو المرفقة لمنزلهم. كان قدام البيت في قطع خرسانية فيها قطع من الحديد. الشخص اللي هو القاتل كان بيتسول حوالين البيت او بيتلصص حوالين البيت، بيحاول ان هو يكسر القطع الخرسانية دي وياخد الحديد اللي موجود فيها. البنت شافت الشخص ده وهو بيحاول ان هو ياخد الحديد، دخلت تصحي والدها اللي كان نايم جوه البيت وقالت له على اللي شافته. طلع ان هو يتكلم مع القاتل او المتهم، بيقوله ان هو بيعمله ده غلط وما ينفعش اللي هو بيعمله، فطبعا هو ما سمعش ليه. حصل بينهم وبين بعض مشادة كلامية. المتهم كان في ايده مرزبة اللي كان بيكسر بيها الخرسانة، فطبعا ضربوا بيها في وشه، كسروا الفك الايمن في وشه. وكمان ما اكتفاش بكده، المتهم كمان اخرج من طيات ملابسه سلاح ابيض سكين، وطعن المجني عليه في صدره طعنة اودت بحياته في الحال. احنا دلوقتي معانا اسرة المجني عليه، هيحكوا لينا تفاصيل اكتر عن الواقع. البقاء قدام لله، ربنا يرحمه يا رب ويصبره ويصبركم ويرجع حقه. ممكن تحكي لنا، تعرفنا بنفسك اكتر وتحكي لنا تفاصيل الواقع ايه اللي حصل؟ انا حسين عبد الحكيم ابراهيم، اخو المتوفي رضا عبد الحكيم. وكان زي ما ذكرت حضرتك كده ان هو كان في منزله، وبنته نادت له وقالت له في حد بره بيكسر في خرسانه، وهي ملك لينا برضه وجنب بيتنا. فاخويا طلع فبيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ فقال له انا بسترزق. فقال له طب ما تسترزق، انت بتسترزق هنا ليه؟ دي حاجتنا، واسترزق شوف انت منين، واسترزق من مكان ما انت جاي. تمام. فتجاهل اخويا وبرضه بيكسر في الخرسانة. فأخويا راح له، راح جاي لف المرزبة وراح خبطه في الفك الأيمن، كسره له. فللأسف اختل توازنه، راح طعنه بسكين طعنه أدت للوفاة. وجري يعني عمل خبط أخويا خبطة أدت للوفاة ساعتها، لأن خبطه بطعنه بعمق 18 سنتي في قلبه يعني. وجري. فطبعا بصراحه السيد رئيس المباحث والسيد معاون المباحث بصراحه ما كلوش، يعني في اقل من 5 ساعات كانوا جابوه. وهو حتى اعترف.